حسب كمان لها مسحب هي بتحدد كمان لها المسحب عشان كده لازم تعدوا استرنجات وتعدوا افضي في الازازة دكتور؟ ممكن تفضي في الازازة افضي حتى استرنجات العشر باين الصورة عندك كويس وواضح انها تصور هي منورة ممكن حبيبي ساعة في الحالات البسيطة دي تفضلي انت تفضلي كده فضينا 30 انت ما بتديهاش ولا ايه؟ لا والله بديها ولا هي بتتألم بالعقل الباطن؟ يا ريت لو سحبنا 60 سنتي ندي 60 سنتي كحول؟ لا بندي 60 كمية بس 60 ندي 40 احنا كده هنا فضينا 40 يعني ده يا دكتور في مايكرو اورجانيزمز؟ اه في دود دود بس اتشاف بالميكروسكوب ما اتشافش بال شكلها صح يا بابا طب ما ده ما يروحش بالانتي بايوتيك؟ صح يا بابا فلازم تدي حاجات معتدله اتفضل على قد ما تقدري وشويه معظمها عايشه في الجدار بتاع الخراج اللي عاملاه فلازم تدي حاجه تحاول تموتها في الجدار جوه